اوكي بمعنى طيب العذراء زعلان من شريكه وعايزه يصالحوه مستني مصالحة منغمس في ذاته كده عايز يتفق مع شريكه على حاجة عايزين يتفقوا على حاجة والحاجة دي نحو المستقبل اما ان هي مثلا ايه يعني يتفقوا على الارتباط ان هم خلاص يكملوا ارتباطهم او على طريقة التعامل ما بينهم يعني من هنا ورايح يعملوا قعدة كده من هنا ورايح انت مثلا بليز ما تعملش كده وانا مش هعمل مثلا الطريقة دي بيظبطوا حاجة نحو المستقبل يعني عايز يتفق مع شريكه على حاجة وحاجة يكملوا بيها للمستقبل انا قاعدة في الظلام انا اهو في الظلام يا حبيبي شايف شريكه ازاي العذراء شايفه شخص غني مش شرط ان هو يكون غني بفلوس يعني يا جماعة غني غني بمشاعره غني بأخلاقه كده يعني وعينه مليانة وحاجة حلوة جدا كده وكمان وأمان ده that's it أكتر حاجة الأمان شايفه الأمان بالنسبة له بس الطاقة ما بينكم متقلبة طالعة نازلة يوم حلو يوم لأ برتم سريع ما هو ده طبيعي إن العلاقة تبقى فيها يعني تبقى فيها ups and downs أوكي أنا خايفة يا جماعة أنا خايفة بجد نقصد تقلب سريع اللي هو لسه مصالحين امبارح تاني يوم هوب يروحوا قافشين على بعض فاهمين قصدي؟ متقلبة عاملة زي موج البحر الشريك بقى الشريك عايز ايه؟ الشريك بصراحة أنا شايف إن هو مش عارفة كسلان ولا إيه الموضوع عنده هو مش عايز يعمل حاجة أنا هقعد كده منتخ ويعني أنت ظبطي أي حاجة مش عايز يبذل مجهود ما بيبذلش مجهود منتخ أوكي بس نفسه في صفحة جديدة يعني إن أنت تغفر له اللي فات ده كله اللي هو إيه turn the page نقفل الصفحة ونبتديها من الأول بس شكله ما بيعملش حاجات تجاه ده يعني هي مجرد أمنية شايفك ازاي شايفك برضو سعادة شايفك احتفال يحب يحتفل معاك انت نفسك بالنسبة له رمز الاحتفال which is طاقة إيجابية جدا وحلوة جدا بس تعالوا نقلبها لو العذراء هو الشريك يعني فاهمين قصدي ايه ان يعني شريك العذراء هي البنت فهي شايفة بيخونها وحاسة بخيانة أفتكر حاسة مش أفتكر حاسة مش حقيقي يعني هي مجرد إحساس شكوك فاهمين قصدي شكوك إيه اللي بيحصل هنا دلوقتي في حيرة كده وقاعدين بتقيموا الموقف زي ما تقولوا انتوا في عملية تقييم قاعدين بقى اتس باك الحمد لله الحمد لله على السلامة بتقيموا الموقف مثلا او بترسموا خطة بعدها في انهيار لشيء كبير عشتوا بيه فترة طويلة جدا من حياتكم وهيبتدي ينهار اوكي والشيء ده شيء وحش مش شيء كويس انهيار لشيء وحش حاجة كانت غلط في حياتكم ان شاء الله هتنهار وهتبتدي الصورة تتضح الشهر اللي بعده شايفة انه في عطاء اكتر هتدوا لبعض حاجات هيبتدي يمكن شريكك يبتدي يتحرك شوية بعد الانهيار ده بعد الحاجة الصورة دي ما تتضح هيبتدي يهتم اكتر وهيبتدي يبذل طيب اللايف فصل ما انا عارفة بس رجع تاني اهو يا جماعة الحمد لله لعلمك بقى ظلام كان عامل جو رومانسي لا لا يا بنتي انا كنت خايفه قوي يا ايمان لا حرام عليكي كنت خايفه فاصل بس رجع الحمد لله خلاص طيب اوكي رجع الحمد لله خلاص تمام بصوا بقى يا جماعه في بقى مفاجاه هنا
ورا خالص انت يعني. معانا بقى يعني مش عارفه اقول ايه، هي حماتي بس هي صاحبتي اخر حاجه. رحبوا معانا بتوتو يا جماعه. توتو هتلاقوا اسمها تي يو يو وتي يو يو، اعسل شخصيه في التاريخ بتتفرج عليا النهارده. منوراني يا توتو حبيبه قلبي. انا حلويت في عيونك انت بس يا قمر، بس يعني هكلمك بعد اللايف اقول لك. تمام. ايه علاقة برج العذراء ابو مع بنت الاسد؟ طيب ده هنشوفه كمان شوية في كارت، نسحب كارت. ولا بتقول لك نورتي يا ست الكل، اهلا وسهلا كمان حماتك ردي. حاضر يا اهي، انتوا هتتشعلقوا فيها ولا ايه؟ نرحب كلنا يا احلى حما في مصر. انا ما اقدرش اقول عليها حما الصراحه، ما اقدرش. اه يا اميره مباشر دلوقتي حبيبتي. احمد يقول لك نورتي. انا بقيت مش عارفه الحاجات ليكي ولا ليه. احمد كان تاني بيقول لك منوره يا توتو حبيبه قلبي. توتو من اكتر الناس بصراحه اللي شجعتني كمان على الموضوع ده، وكانت مأمنه بيا الصراحه. حبيبتي يا توتو انت. طب بصوا بقى، يلا من ناحية شريك كويس، ربنا يخليك ويطول عمرها. امين يا رب، يطول في عمرها ويبارك في عمرها يا رب. دلوقتي هنقرا قراءة المجانية الخاصة اللي كسبت معانا في اللايف النهاردة. بعدها على طول هنبتدي في ايه بقى؟ في السؤال الواحد. تمام؟ يلا بينا. القراية اللي كسبت معانا النهاردة هقول أول اسم بس، ثانية واحدة أرد على ممكن طيب دي يا رشد بعد ما نخلص، بس خلينا نخلص بس القراية الأول. طيب انت ليه مديني سكرين شوت؟ فين الكونفرسيشن اللي كاتبينها؟ اه سوري يا جماعة، ادوني بس ثانية واحدة هبقى معاكم. نورتي يا توتو، الناس بتسلم عليكي يا توتو. توتو بس بقالها كتير مش بتستعمل فيسبوك، فتلاقيها مش هتعرف تعمل ريبلاي، بس انا متأكدة انها بتسلم عليكم كلكم. طيب البنوتة اللي كسبت فين يا راشد؟ بس اهي. اوكي سارة 18/8/96. استعدي يا سارة، يلا قريتك حالا. اوكي سارة 18/8 برج الأسد، حلو قوي. هنقرا لها قراءة عاطفية. محمد 17/5 كويس قوي. التور كويس قوي. ماشي تعالوا نشوف سارة وشريكها الاخبار. لو انت بتتواصل معاها يا راشد دلوقتي، لو عندها اي سؤال خلال القراءة قولي. ميرسي اي على الشير، ثانك يو. زعلت منك، عملت كتير شير. بليز ما حدش يزعل من حد، عشان خاطري ما حدش يزعل من حد. كل مره بنختار بشكل عشوائي والله، الموضوع ما فيهوش اي حركات يعني. طيب اسلام هتلاقيه زي ما هو في التسجيل، يعني هو مسجل بعد ما خلص اللايف هتلاقي الفيديو زي ما هو كامل. معلش ارجع اسمعه تاني لاني مش فاكره. ثانيه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. اختنا سارة عايزة ايه؟ سارة يمكن الماديات عندها مش كويسة قوي،
مع الشريك او حتى لوحدها، يعني هي عايزه الحاله الماديه تتطور اكتر او عايزه تحس بامان اكتر. بس الماده دي بترمز لحاجتين، الماده في شكلها المادي الطبيعي اللي هي الفلوس يعني، او الامان، ان هي الامان، فهي بتنقصها دي، اما فلوس او امان. حيرانه في حاجه، تاخدي قرار حاجتين شبه بعض ومحتاره فيهم، واجابه الحيره بتاعتك دي انك تمشي ورا احساسك دي، يعني ما فيهاش، ما تتحسبش. مش مرتاحه مع خطيبها، اوكي. شايفه شريكك ازاي؟ شايفاه في صراع، يعني انتي عايشه في صراع، يا اما في ناس كتير حواليكوا وبتتدخل في العلاقه بتاعتكوا، وتشيز حاجه انا ما بحبهاش خالص يعني، وما فيش حد يحبها. لو هي الموضوع كده وفي زحمه عندك جوه، طلعي ناس ما لهاش لازمه وتبقي انت وهو بس عشان الدنيا تبقى تهدى شويه. اما انتوا علاقتكم فيها عقبات كتير، كل ما تطلعوا من عقبه تخشوا في عقبه جديده، او انه هو نفسه خناقه، يعني انتوا اتخانقوا مع بعض كتير. انا شايفه الطاقه بينكم فيها رضا، يعني اذا انتوا الاثنين حاسين برضا او طرف واحد، بس انا شايفه ان الطاقه مش وحشه، حلوه جدا، رضا فيها سعاده. يعني الشريك عايز ايه؟ لا، الشريك بيتخانق شكله، الشريك افتكر بيحاول يا اما داخل منافسه بينك وبينه، اما ان هو بيحاول يسيطر، اما ان هو من النوع اللي بيدافع عن نفسه لمجرد الدفاع عن النفس، فاهمه قصدي؟ بتاع مشاكل يعني، شكله بتاع مشاكل. بس نفسه ايه؟ نفسه يقدم لك حاجه، يعني على فكره هو في الحقيقه بيحبك، لا بيحبك، ونفسه يبقى الفارس، فارس احلامك، ويجي يقدم لك كل الحاجات اللي انت عايزاها. شايفك ازاي؟ شايفك شايله هموم ومشاكل كتير جدا فوق احتمالك، فوق ما انت ممكن تحتملي. في حاله دلوقتي، معرفش دلوقتي، يمكن انتوا في حالة امل، العلاقة خدت بقى فيها امل اكتر، او العلاقة فيها فرص اكتر، مديها فرصة او هو مديكي فرصة، في فرص. بس بعدين في حالة تقريبا هتندموا ان انتوا اديتوا الفرصة دي، تحسوا بندم، يا ريتني ما اديت الفرصة دي، يا ريتني كنت عملت حاجة تانية. بعدها شايفة موقف صعب، او التدين، او ان انت هتبتدي تقرب من ربنا اكتر، او شخص فيكو يعني طرف فيكو هيبتدي يقرب من ربنا. فانا شفت سلسلة الاحداث كده، انت عايزة امان اكتر، او عايزة مستوى مادي احسن، محتارة، شايفة طاقة فيها عنف او فيها دوشة او مشاكل كتير، هو بيحاول يكسب ارض، يعني اللي هو بيحاول او بيحاول يسيطر عليكي، بس هو بيحبك جدا ونفسه يقدم لك حاجات، كل الحاجات تتمنيها. شايفك تعبانه وشايله هم كبير، والطاقه ما بينكم طاقه حب، لا طاقه رضا، هي رضا اكتر من حب، بس فيها سعاده، فيها رضا يعني. في فرص هتدوها لبعض الفتره دي، بس واضح ان انتوا هتندموا على الفرصه دي. وبعدين موقف صعب، دي قرايه الشهر. بصي هتقولي لي ده فراق، انا مش شايفه فراق، هي زعله. لو انت شايفه انه الشخص ده مش مناسب ليكي حبيبتي، والدنيا عندك فيها مشاكل من انتوا مخطوبين، لا وقفي الموضوع من دلوقتي، يعني مش هقول لك اكتر من كده، لان لو هي باديه بمشاكل كبيره بالشكل ده بعد الجواز هتكبر اكتر، انا اوعدك. دي كانت القرايه الخاصه كانت معانا النهارده، ويلا باب الاسئله اتفتح زي ما اتفقنا. اسم، عايزة تعرف في سفر، حاضر حاضر يا مير، ومن عينيا اسحب لك كارتي حبيبتي. ثانية بس نشوف لسارة آخر حاجة، عايزة تعرف في سفر ولا لأ. ميرسي يا راشد إنك فكرتني. لأ أنا مش شايفة سفر، بس شايفة اعتماد على النفس، إنك أنت لو شخص كان اعتمادي أو بتعتمدي على شخص تاني، فهتبتدي تعتمدي على نفسك بس، ودي حاجة كويسة برضه. بس لسه حبيبتي سفر مش باين الشهر ده، نشوف الشهر الجاي. طيب يلا نشوف بقى الأسئلة، عايزة اسم حقيقي بليز، وعايزة برج وسؤال. ومعلش اللي مش هقرا الكومنت بتاعه يعيد تاني، كوبي بيست، يكتب السؤال تاني. طيب مجدي بتقولي ممكن كارت،
بس يعني ارفع لك كارت اهو اهو، بس عايزه برجك، مش هقدر ارفع اشيل لك كارت من غير ما اعرف برجك. دودي احنا لسه قايلين العذراء حالا، بليز ندي فرصه للابراج التانيه اللي مش برجها النهارده. حاله التجمد اخرتها ايه، كويسه ولا لا؟ بعد التجمد ده في نجاح، انا فاكره كان طلع كارت ذا وورلد، اكتمال دائره، لا اخره خير ان شاء الله. ايوه فين الاسئله بقى؟ بسملة 12 9 في ارتباط. حاضر.